الحظ مع فاطمة كل صباح دقيقة حظ لقيت هذا. صباح الخير فاطمة لاباس. صباح النور، أهلا بيك. كيف فورمة؟ الحمد لله. الحمد لله يا ربي. باهي جهين، حاليا القمر مازال منور العذراء، يعني مازالت الأجواء إيجابية للأبراج الترابية. كيف الثور وبرج الجدير هو عندهم آفاق جديدة، فما انطلاقة واعدة ونجاح إن شاء الله يا ربي باش يكون من نصيبهم. برج الحمل تتبسم له الأقدار والوضعية الحالية راهي عال العال. الثور الأيامات الجاية وفما تغييرات كيف ما حكينا قبيلي، على خاطر انه القمر موجود في العذراء، يعني عنده تغييرات تتبدل حياتهم للافضل. الطريق قدامهم مليان بالحظ المزيان، جويليا راهو للنجاحات المهنيه. زيد الاسبوع الثاني يوعدوا بانجازات مهمه واخبار ان شاء الله يا ربي باش تكون مبروكه سعيده. الجوزاء حاول الفتره هذه تراجع حساباتك خاصه على الصعيد المالي، وحاول انه تفرض سيطرتك قبل ما يفوت الفوت. حاليا فما أحداث مهمة للجوزاء، كيف كيف زاد نهار اليوم يعدوا بالحركة والاتصالات المهنية الواعدة، كيف وكيف السرطان اللي هو برجك انت جيهان زاد السيطرة على الوضع المالي. أي لا جاوك بيه يقول الوضع المالي يشكي. فترة ممتازة حسب الفلكية كارمن شميس، رأو فما بدايات جديدة والحظ الكبير يرافق خطواتكم. ونصيحة دقيقة حظ باش تكون للأسد. هالتا سمحني ترى نعم اشتقرها هي السرطان. فلوس جاية فلوس جاية فلوس جاية فلوس جاية. ميرسي فاطمة. إن شاء الله إن شاء الله فلوس تكون إن شاء جاية إن شاء الله. ونصيحة تقيثة قاع حظ كيف ما قلنا للأسد اللي لازمه يتخلص من الماضي ويخمم بإيجابية، على خاطر أيامات السعد باش تكون في القريب العاجل. راهو فما اتصال باش يخلي أياماته خمسة نجوم. والعذراء أيامات هذه تعدوا بالحب الكبير، تعدوا بأيامات كلها خير. راهو على قريب عنده بشارة عاطفية والحب عنوان المرحلة الجاية، يعني أيامات يفصلهم على الحب الكبير. والميزان الحمد لله هو عنده حلول مهنية، كيف كيف زادة إن شاء الله تتغير الأحوال للأفضل. رهو يسيطر على بعض الأمور ويتحكم زادة في ظروفه. العقرب تتسهل أعماله ورزقه ويبان، تتحل قدامه أبواب التفوق ونجاح. والقوس جهان أجواء ممتازة، رهي مليانة بالفرحة والمستقبل يعدو بإنجازات مهنية مهمة. وما تنسيش زادة يا قوس لجويليا يعدوا بالسفر والأخبار الحلوة. الجدي هو الجدي راهو كيف العذراء وكيف زادة برج الدلو، وبعد شوية نكتشفوا الدلو اللي عاطفيا زادة يحاول يبعد على التحديات اللي حاليا راهي ماهيش في مصلحته، ويحافظ على معنوياته ويبعد زادة على كل حاجة سلبية تنجم تغشه. وكان على برج الدلو البرج الهوائي راهي فما فرصة ارتباط نعم رسمي، هي راهي حظوظ عاطفية كبيرة في شهر جويليا. هون نحكيه على الأسبوع الثاني من شهر جويليا، راهي تتحقق الأحلام وخاصة أهداف سبين، وربي إن شاء الله يعطيها كل خير. إن شاء الله يا ربي. ونختموا مع الحوت، حظوظ كبيرة عنده زادة فرصة سفر، وبيبين الساعة تتحل راهو رزقه ويبين يعيش الفرحة السعادة. عنده زادة اتصال من العزيز على قلبه ومقابلة في الأفق.